السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفة اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم سلطة بلي بات. انتما كما كتلاحظوا كناخد هاد لي بات الرقيقة، يمكن لكم تشوفوا الشكل اللي باغيين، هي المهم يكونوا رقاق. هادي 250 غرام ديال لي بات. كنوضعها كسرونة ديال الماء، كيكون الماء طايب عندي. كنوضعها هاد الكسرونه كما كتلاحظوا باش تسلق، وكنوضع فيها وريقة الرند، واحد سنين في ديال الثومه هي كنتقبو بالفرشيط، وكنوضعو حتى هو. الا عندكم غصين ديال الزعتر ديروه، وكندير واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه مع مرش، هانتوما كتلاحظوا، واحد المعلقه ديال الزيت، زيت المائدة ولا زيت البلدية اللي كتفضلوا، هي باش ما كتلاصقش معنا لي بات ديالنا. صافي، وكنخليوها طيب، ما نخليوهاش تعجن، هي المهم كطيب وتبقى مفروزة وقابطة راسها. ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما خلينا لي بات ديالنا كتسلق، دزنا فورنا الخضيرة اللي غادي نديرو مع الصالاد ديالنا. كما كتلاحظوا هادي الجلبانة، هذا خزو، هادي البطاطا. وكنسلق واحد جوج بطاطات كبيبرين، هما كنمعسهم باش كنزين بهم الصالاد ديالنا. عندي واحد ربعة البيضات كنسلقهم، ما كنسلقهمش مزيان، كيبقاو شويه فتيتين من الداخل. واحد العلبه ديال الطون ولا جوج، وعندي هنا شويه ديال الكبار. الا ما تصابش عندكم يمكن لكم تستغناو عليه. هادي اللي غادي ندير مع لي بات ديالي. دابا غادي ندوز لهاد البطيطه اللي فورت مع الخضيره وكنمعسها بهاد الطريقه. انا درت هنا جوج بطيطات كبيبرين، غادي نضيف معاهم راس المعلقه ديال الثومه بودره، وراس المعلقه ديال البصله بودره، وراس المعلقه ديال توابل الدجاج، وعندي هنا شويه الملحه، ومعلقه كبيره ونص ديال مايزينا ديال النشا. هاد العناصر كلهم كنزيدهم مع هاد البطاطا، وكنمعسها مزيان وهي سخونه. كنحاول نستعمل يدي. هاديك النشا هي اللي كتجمع لنا البطيطه ديالنا. صافي، خلطت هاد البطيطه مزيان. دابا غادي ندوز نكورها كويرات اللي غادي نزينو بها الصالاد ديالنا. يمكن لكم ديروا فيها طريف د الفرماج من الداخل بحال دابا، تبسطوها وديروا طريف د الفرماج. انا ما تصابش عندي، ما غاديش نديرو. غادي نكورها بهاد الطريقه، انتما كتلاحظوا بهاد القياس هذا. وهادي نوضعوهم في الثلاجه تبرد، وندوزو نجمعو الصالاد ديالنا. هاد الكويرات بعد ما بردو في الثلاجه، دابا جبدتهم وطربت واحد البيضه. ولا عندكم لا شابلور من الاحسن، انا هادي ندير هي الدقيق اللي مسمد، ما عنديش لا شابلور. وكنوضع هاد الكويره هكذا في البيض، وكنهزها ونكورها هنايا في هاد الدقيق المسمد. صافي، والزيت ديالنا راه تيسخن، كنهزوها وكنوضعوها في الزيت باش كتقلى هاد الطريق. صافي، وكندوزو هاد الكويرات كلهم، وندوزو ان شاء الله نصوبو الصالاد مجموعين. دابا غادي ندوزو نجمعو الصالاد ديالنا. هادي نوضع خيزو، هادي لي بات اللي سلقت معاكم، كنزولو منها ديك السنين في ديال الثومه وديك الوريقه ديال الرند. صافي، وكنديرو عليها خيزو. وهاد الخضر كلها بخرتها طريقه ديال الملحه وشنيتفه ديال الابزار باش ما كتبخرش ناشفه. بسله، هادي نزيد البطاطا، عندي هنا ربعة ديال البيضات مسلوقين كما قلت لكم، حتى هما كنزيدهم. وكنزيد المايس، نسيت قبيله ما ذكرتو لكمش، كنغسلوه ونقطعوه.
الطروف، وكنزيد جوج علب ديال الطون ولا علبه على حسب الرغبه ديالكم، وكندير هاد شويه ديال الكبار مرقد. هاد المسائل كلها كنجمعها بالمايونيز. دابا غادي ندوزو نجمعو السلطة ديالنا بالمايونيز. نتوما كتلاحظو المايونيز انا خدمتو بالفرناج والموطارد. يمكن لكم الا خديتيو المايونيز من الزنقة زيدوها شوية ديال الموطارد وشوية ديال الفرناج وتعاودو تطربوها، وشوية ديال قطيرة ديال الزيت بلدية وتعاودوا تطربوها. والشكل النهائي ديال السلطه ديالنا بعد ما جمعناها بالمايونيز، كنقليو هاد الكويرات ديال البطاطا والنشا، وكنزينوا به الطبق ديالنا. وكنصحكم بالتجربه ديالها بصحيه وماشي مكلفه، وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد.